انتهى لقاء مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ بتقدم وفوز مانشستر سيتي 2-0، نفس نتيجة الذهاب نفس نتيجة الإياب. تألق دي بروين، تألق جندوجان، تألق نجمنا العربي وفخر العرب رياض محرز بأسست، مع ان النهاردة كانت معنداه وضيع اكتر من كورة وضيع اكتر من هدف، بس رياض محرز في الفترة الاخيرة لازم يساهم، مع حرصي لازم يساهم، عمل أسست الهدف الاول. على الجانب الاخر ريال مدريد ينجح في عبور اتلانتا 3-1، ريال مدريد اللي قدم مباراة رائعة، ريال مدريد اللي استحق الصعود عن جدارة واستحقاق. بما اني مدريدي فرحان جدا جدا طبعا بفوز ريال مدريد. هنتكلم في بداية اللقاء عن مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ، وبعد كده نخش نتكلم عن مباراة ريال مدريد واتلانتا. بس قبل كل ده طبعا اعمل لايك، اللايك مش بفلوس بس بيساعدنا في انتشار الحلقة، وشير للحلقة واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بقى نتكلم عن اللقاءين. بداية مباراة السيتي ومونشنجلادباخ، لم ينتظر السيتي طويلا لإحراز الهدف الأول، ولم يجد السيتي صعوبة في الفوز إيابا على مونشنجلادباخ. جوارديولا اللي فاجئنا في الدوري بأنه كان مريح رياض محرز ودي بروين وجندوجان وفي الفودن وستيرلينج، النهاردة فاجئنا بقى بتشكيلة مغايرة، وكلنا كنا متوقعين ان جوارديولا بيريحهم عشان الابطال. النهاردة الاربعة اللي كانوا مريحين هم اللي ساهموا في الاهداف، يعني اسست رياض محرز في الهدف الاول لكيفن دي بروين، هدف ولا اروع بالشمال في المقص، حاجة كده من الخيال. واسست الهدف الثاني في الفودن اللي جابه جندوجان الهدف الثاني. النهاردة مانشستر سيتي اللي لعب بكل أريحية، مانشستر سيتي اللي قلت لكم وكنت متأكد انه هيصعد وهيفوز على مونشنجلادباخ بسهولة، وهيصعد ومفيش اي امكانية للعودة في المباراة. النهاردة جوارديولا بدأ بطريقته وخلص المباراة في اول تلت ساعة، اول 25 دقيقة ونهى اللقاء، وابتدى بقى يريح اللعيبة ويعمل المدورة اللي هو بيعملها في الشوط الثاني، ومباراة كان وان سايد جيم. وان كان برضو يعني ايه مونشنجلادباخ على استحياء كده كان بيضيع يعني وبيلعب وبيشوت والكلام ده، بس كل ده بقى بالفشل، وابتدى يريح اللعيبة وابتدى يلعب. السيتي فرقة مرعبة، السيتي فرقة قوية، السيتي مرشح قوي للبطولة بيب جوارديولا، واللي يميز طبعا وما يميز النهاردة او الموسم ده مانشستر سيتي والموسم اللي فات ان مانشستر سيتي دكتها زي الاساسية. النهاردة كانسيلو بيلعب هو رولكر، وينزل زيتشينكو عادي، يلعب في نص الملعب برودي، يلعب فرناندينيو، يلعب بدي بروين، يلعب بجندوجان، ما عندوش اي مشاكل، يلعب برياض محرز، يلعب بتوريس، يلعب بستيرلينج، يلعب بفيل فودن، ما عندوش اي مشاكل وما عندوش صعوبات. الفرقة الاساسية زي الاحتياطية عنده دياز وستونز، عنده برة اكي، وعنده لابورت، عنده فرقة يا جماعة متكاملة، في كل مركز فيه اتنين لعيبة واتنين لعيبة عاليين. النهاردة مباراة كانت سهلة ومباراة كانت ممتعة بالنسبة لمانشستر سيتي، وخلص اللقاء وهو زي ما قلت لك خلصه بدري بدري عشان ما يتعبش اللعيبة ويجهد اللعيبة، لانه عنده دوري وعنده ماتشات في الدوري. فمانشستر سيتي من الفرق اللي انا مرشحها، انا مرشح اربع فرق: بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، باريس، وبالخبرة ريال مدريد. نيجي بقى لمباراة ريال مدريد واتلانتا. زي ما قلت كده في الاول ان مباراة ريال مدريد واتلانتا كانت مباراة في القمة لريال مدريد، وان ريال مدريد ما لقاش صعوبة ان يفوز على اتلانتا. ريال مدريد اللي قدر يدخل المباراة بقوة، وقدر كريم بنزيما نجم الريال من بعد كريستيانو رونالدو ما مشى، من وجهة نظر
هو افضل لعيب في الريال منذ رحيل كريستيانو رونالدو. كريم بنزيما قدر يحرز الهدف الاول باسيست لوكا مودريتش، ريال مدريد اللي قدم مباراة اكثر من رائعة. فينيسيوس جونيور معلش بس انا عارف والله ان حضرتك لعيب، بس انت الفينش بتاعك صفر. لعيب بيعمل كل حاجة في الكرة بس الفينش بتاعه مش موجود، مش موجود. طبعا الهدف الثاني سيرجيو راموس العائد من الإصابة، سيرجيو راموس المهاجم المدافع او المدافع الهداف، لعيب ارقامه عدى 100 هدف مع ريال مدريد وهو قلب دفاع. سيرجيو راموس احرز الهدف الثاني عشان يطمن جمهور ريال مدريد وتصبح النتيجة ذهابا وايابا 3-0. لكن قبل المباراة ما تنتهي كده بحوالي 10 دقائق قدر في الدقيقة 81 قدر اتلانتا ان يحرز هدف جميل جدا جدا من فاول وهدف عالمي. لكن اسينسيو بعدها بدقيقتين احرز هدف اللي هو كده زي السكينة في الحلاوة حطها بالراحة. ريال مدريد استحق الصعود، ريال مدريد انا ما كنتش متوقع انه هيأدي المباراتين بالشكل ده، وان كان خدمنا طبعا مباراة الذهاب خدمتنا الطرد وفوزنا 1-0 في اخر الدقائق. مباراة العودة اثبتنا بجدارة ان ريال مدريد عندها شخصية البطل، حتى ولو انت مش في افضل حالاتك في الدوري ومش في افضل حالاتك عموما عندك شخصية البطل. ريال مدريد سيظل ريال مدريد بقيمته وقامته وبطولاته، فعلا الواحد بينتمي وبيفتخر انه بينتمي لريال مدريد. ريال مدريد من الفرق الكبيرة اللي بتعرف تخلص وعندها شخصية البطل، وشخصية البطل مهمة جدا جدا في كرة القدم. مع تعاقب المباريات وان انت حتى لو سيء شخصية البطل بتبان في الاوقات اللي هي الصعبة. هازارد علامة استفهام كبيرة، هازارد كل ما يجي يلعب مباراة يتصاب شهرين ثلاثة، لسه راجع من اصابة، نزل الماتش اللي فات في الدوري اتصاب، مش فاهم فلوسه حرام بقى، مش عارف والله. وعن انباء انتقال رونالدو تاني لريال مدريد يا رب اتمناها والله. النهارده فزنا بجداره وباستحقاق، فزنا لعبا ونتيجه واداء. النهارده مباراه كانت قمه، مباراه جيده جدا جدا لريال مدريد. ريال مدريد كده بيصعد بمجموع اللقائين 4-1، السيتي صعد، ريال مدريد صعد، كده 6 فرق صعدت من الفرق او دور الثمانية. فاضل فرقتين، هل بكرة هنشوف مين، اتلتيكو ولا تشيلسي؟ هيصعد مباراة هتبقى صعبة. النهاردة رياض محرز عمل مباراة اكثر من رائعة، السيتي كده كده في حتة تانية من وجهة نظري، السيتي بيقدم عظمة، بس برضو مشكلة بيب جوارديولا انه مش عارف يتخطى، مش عارف يوصل لنهائي دوري الابطال مع السيتي. السيتي من المتوقع السنة دي انها في فرص قدامه بس ما يصطدمش بايرن ميونخ، لان بايرن ميونخ قوية جدا جدا. ريال مدريد اتوقع ان ريال مدريد هيصعد لي على الاقل دول الاربعة لو ما لعبش بايرن ميونخ وما لعبش السيتي، اهم حاجة ما لعبش البايرن وما لعبش السيتي. يعني اتلتيكو يصعد يلعبها ريال مدريد، يعني تشيلسي يصعد يلعبها ريال مدريد، بورتو يلعب ريال مدريد، مثلا بروسيا دورتموند يلعب ريال مدريد، الكلام ده على عيني وعلى راسي وعلى دماغي وهبقى مبسوط جدا جدا. بايرن ميونخ لسه هتلعب بكره، بس كده كده بايرن ميونخ الموضوع منتهي، كانوا فايزين 4-1 بره ارضهم، فالموضوع هي ولاتسي منتهي، فالقطر الناحيه الثانيه البايرن. فانا اتوقع دور الأربعة لو ما قابلوش بعض، باريس، بايرن ميونخ، السيتي، ريال مدريد بالخبرة، ريال مدريد بالخبرة وليست ريال مدريد بالأداء. كده بكون وصلت لنهاية الحلقة، قول لي رأيك في الكومنتات، لو أنت بتشجع ريال مدريد قول لي رأيك في ريال مدريد، لو أنت بتشجع السيتي ورياض محرز قول لي رأيك النهاردة في رياض محرز. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، قول لي رأيك في الكومنتات ودمتم في أمان الله.